دلوقتي او هنروح دلوقتي لمراسلنا كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي. طمنا على معسكر النادي الاهلي طبعا قبل ساعات قليله من لقاء النادي الاهلي والاتحاد السكندري. مساء الخير عليك يا كريم. شكرا ليك شيما، برحب بيك في البدايه وبرحب بكل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. الاهلي على موعد اليوم في بطوله الدوري العام الجوله العاشره، الاهلي والاتحاد السكندري على استاد السلام في الساعه 9 مساء كالعاده. ان شاء الله يكون النادي الاهلي موفق في هذه المباراه، تلاحم كبير من المباريات من البطوله الافريقيه والبطوله العربيه وختاما لبطوله الدوري العام. لكن اكيد عندنا ثقه كبيره جدا في كل اللعيبه اللي سواء بتشارك في المباريات بشكل مستمر او بعض اللعيبه كمان اللي لم تشارك خلال المباريات الماضيه، لكن يمكن في المباراه دي مستر باتريس كارتينون وكابتن محمد يوسف عندهم اجبار كبير ان هم يشاركوا عدد كبير جدا من اللاعبين لم يشاركوا في المباريات الماضيه نظرا للاصابات الكثيره التي ضربت فريق النادي الاهلي. لو بذكر معاك الاصابات يا شيما، يمكن 11 لاعب بيغيبوا عن فريق النادي الاهلي خلال هذه المباراه، على راسهم الشناوي وسعد سمير وباسم علي ووليد ازار وصلاح محسن وعمرو السوليه وحسام عاشور، ميدو جابر، علي معلول، محمد نجيب وجونيور اجاي. لكن برضو يمكن لازم نطمن كل جمهورنا، عدد كبير جدا من هؤلاء اللاعبين تستكمل طبعا التأهيل الخاص بهم بعد يمكن مجهود كبير بذل من الجهاز الطبي بقيادة طبعا الدكتور خالد محمود لتأهيل هؤلاء اللاعبين وعودتهم سريعا ان شاء الله لمشاركة النادي الاهلي في المباريات القادمة. الشناوي وسعد سمير ووليد ازار وصلاح محسن وعمرو السولية وحسام عاشور ان شاء الله يكونوا جاهزين خلال المباريات القادمة مع فريق النادي الاهلي. ايضا كمان يمكن اختير 20 لاعب لمعسكر فريق النادي الاهلي لخوض هذه المباراة، لكن ابرز طبعا الاسماء المتواجدة في هذه القائمة مروان محسن اللي بيعود من جديد لصفوف فريق النادي الاهلي. بنتمنى ان شاء الله لو كان ليه دور النهارده في التشكيله الاساسيه يكون موفق. مروان يمكن من احد العناصر الرئيسيه في منتخبنا الوطني والنادي الاهلي، بجانب كمان كل اللعيبه في ثقه كبيره جدا عندنا في لعيبه النادي الاهلي، الكل على قلب رجل واحد زي ما بنقول. الاهلي بمنحدر ظروف محيطه بتضرب فريق النادي الاهلي، لكن زي ما بنقول ان شاء الله عندنا ثقه كبيره في كل اللاعبين والجهاز الفني ان هم يستمروا في سلسله الانتصارات الكبيره في البطوله العربيه والبطوله الافريقيه، وايضا كمان تستكمل ببطوله الدوري العام كالعاده. شيما طبعا هنكون مستمرين معاك ومع كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، نقل خاص لفريق النادي الاهلي من هنا فندق الاقامه وحتى ملعب المباراه. عوده ليك شيما.